بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، تحيه لكم من تونس وبالذات من مدينه الثقافه. وكما ستشاهدون سوف ناقل لكم جوله في بعض ايام الجهات. اليوم هذا المعرض مخصص لمحافظه نابل في الوطن القبلي. المعرض هو يعرض بالطبع مختلف عادات وتقاليد الجهات. هناك ايضا انشطه للمندوبيه الجويه كما كنتم تشاهدون. هذه يعني اماكن لعرض مختلف الانشطه السياحيه وايضا الصناعات التقليديه المعروفه بها الجهه، سواء كانت صناعات في الاخشاب او ايضا بالطبع جهه نابل معروفه بالفخار. بالطبع هي فضاءات لعرض منتجات حرفي الجهة، جهة نابل. ربما ناخذ احدى النشاطات هنا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بك، نتعرف عليك واعطينا فكرة على نشاطكم كحرفيين. ريم بن سعود، امين تمال، مجمع فلاحات داكلسة. منتوجنا كل ما هو عولة من عسل، ملوخية، تحصلنا على الميداي في الملوخية. عندنا عظم عربي، عندنا الحرفيات في الصناعات التقليدية. مرحبا بك. هذا هو التونسي والامور يعني التقليديه والمأكولات الطبيعيه، هل هناك عوده حسب رايك يعني لهذه الاكلات الطبيعيه الى اخره؟ ماذا بينا احنا المواطنين الكل نرجعوا لاكلة زمان وكل شيء، خاطر اول حاجه هي صحيه، واحنا رو معناتها الامراض كثرت في بلادنا والمنتوجات معناتها الصناعيه. نتمنى الناس كل ترجع لنا العلا، نرجعوا لايامات زمان صحيا، وباش ندعموا المنتوج التونسي نتاعنا وباش نكفوا للاقتصاد بلادنا ان شاء الله. شكرا لك. نواصل اذا جولتنا في هذا المعرض الخاص بايام الجهات كما قلنا. كما تشاهدون هذه يعني تبع الميدابيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بنابل، ومكتب لإحاطة بالمرأة الريفية. هي منتجات المرأة الريفية. هنا مثلا فضاء يعرض في بعض المأكولات المعروفة بمنطقة نابل. السلام عليكم، أهلا وسهلا بك، أعطينا شوية فكرة على المطبوخات والمأكولات الخاصة بمنطقة الحمامات. هنا نشوفوا نابل عموما، نابل فيها قرى ومدن. احنا بالنسبة لنا هذه مأكولات ميو في ولاية نابل، هذه اسمها عجة ميو وهذا كسكسي ميو. نعطيك المكونات، مكونات هي هريسة أصلية معها نعناع، برشا نعناع، برشا نقولوا منتها، وشويه فيجل، وبرشا ثوم، ومعاهم كي نجيو نخلطوا بالعظم شويه فرينه، والا يعني مش مع بعض، والا شويه خميره عربي. بالنسبه للكسكسي يطيب ازعر بلاش طماطم، وبالقديد مش باللحم، ويطيب القديد وحده، يطيب وحده. فكرة يعني المناسبة بالذات، علاش المناسبة هذه تاع الكسكسي؟ المناسبة هذه احنا عندنا في شهر مايو مناسبة نقولوا لها مايو، احتفال بقدوم مايو، يتعمل فيها العجة ويتعمل فيها الكسكسي. هذه المناسبة معناتها. هذه الخبز الطابونة، هذه الخبز الشعير أصل بالنخالة يعني. شكرا لك، بارك الله فيك. كمان تشاهدون هذه يعني الأجواء هنا. المعرض الفكرة منه أنه يعطيك يعني نبذة عن المنتوجات في الجهات. مثلا هذا كعك منزل تميمة، أهلا وسهلا بك، كلمة خفيفة عن هذا الكعك وخاصيته. هذايا الكعك نتاع منزل تميم، متميزة به منزل تميم،
يتعمل بالفارينة والسمن والتمر ويتخبز في الطابونة. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك، تحيات. اعطينا شويه فكره على العادات والتقاليد تاع المنطقه لو سمحت. اهلا وسهلا بك. اهلا معك. اعطينا من الجهه، احكينا شويه على هذه جمعيه سفيرات الحامات. نخدموا على توثيق التراث المادي والماتي. نخدموا توا على توثيق الوطيه الحراميه في التراث العالمي. ايمان نورمال، ايمان جديد في اسماعيل، رئيس الجمعيه. ايمان فايف كيت. شكرا شكرا لك. شكرا لك. نبه معروفه ايضا بالهريسه الحلوه، لكن الهريسه الحاره اللاذعه الشطه. ايضا هناك عمليات تخطير الزهر معروفه بها الجهه، حتى كما تشاهدون هناك الطريقه التقليديه لاعداد الهريسه. هذه أمامكم الطريقة التقليدية لإعداد الهريسة. أيوا أهلا وسهلا بك. أيوا عسامة، مرحبا بكم. نبداو مرحبا بكم في نابل. من نابل المعروفة بالهريسة العربي، تبدأ المرأة تاخذ الفلفل الشايح في شكل قلي دقيقة، نغسلوه، بعد ما تغسلوه تحط تستقطروه، نحيوا منه الماء، بعد تعديه في الماكينه هذيك ترحيه. بعد ما يخرج لنا الفلفل كيما تراو فيه من غادي في الوحده في الشقاله، ينوليو نفوحوه بالتابل والكرويه والملح نتاعو. هذه في تونس تسمى الهريسه العربي بالطبع. الهريسه العربي. شكرا لك. قال يعني لما قال هنا الهريسه العربي يعني يقصد بها الهريسه التي يعني يتم اعدادها بالطريقه التقليديه. طبعا هنا مجموعة من الحرفيات كما تشاهدون، هذا يعني
الحرف المعروفة طبعا في منطقة محافظة نابل. حاول أن نأخذ ربما هذه السيدة الحرفية هنا. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. أعطينا كلمة تعريفية للمنتوج هذا الصناعي التقليدي، الصناعات التقليدية هذه نتاعكم. هذه أنا سمية غريب من نابل. هذه تريزة نابل مطروزة على الحايد، وعندنا تريزة مطروزة بلاديسو الكونتيل، لباس تقليدي معناها نطرزوه بلاديسو الكونتيل، وهذه اسمها غرزة نابل معناها متاع جدودنا، احنا قاعدين نطوروا فيها ونخدموا متابعينها توا. واضح، هناك يعني تشجيع، هناك اقبال من المواطن التونسي على هذه الصناعات ولا لا؟ فما جمعيات، فما الديوان الوطني للصناعه التقليديه يشجعونا ويناديو لنا ولاباس معنا. الحمد لله. ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، وكما كنتم تشاهدون هذه الجولة في الفضاء المخصص بمدينة الثقافة لأيام الجهات بالذات محافظة نابل. من هنا محمود المجدوب، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.